الو، ايوه يا طارق. ايوه بابا، انت فين بابا؟ نتيجة التحاليل طلع انا ابنك. انت متأكد؟ انا لسه نازل من معمل التحليل حالا، هجيب التحاليل وهوريها لحضرتك تشوفها بنفسك. انا بس قلت اكلمك اول ما انزل من معمل التحاليل. امال ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ انا فاهم ماما كويس، هي اظن هي عملت كل ده عشان تبوظ الجوازه وبس. هتفضح نفسها وتعرض بيوت للخراب عشان تبوظ جوازها؟ انا عايز اشوفك يا طارق. حاضر، انا هعدي عليك، بس الاول انا لازم اروح لماما واجهها بالحقيقه. هجيلك. سلام، عن اذنك. مع السلامه. مالك يا طارق؟ كنت متخيل انه هيفرح اكتر من كده، كنت متخيل يعني ان قلبه هيرتاح. طارق، احنا مش بزراير، الموضوع ده حساس جدا، هو اكيد محتاج وقت انه يهدى ويقدر يستوعب اللي حصل اليومين اللي فاتوا.